السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. كنتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نوجد واحد الاكله، واحد الوصفه كتوجد غير في المقيله. ما عاديش نحتاج لا كوكوط لا طنجره لا حتى شي حاجه، غير المقيله اللي غادي نوجدها على البوطه. من بعد غادي ندخلها للفرن. هنا عندي قطعان تاع الدجاج اللي خديتهم وعادي نضفتهم مزيان. غادي نضيف دابا عليهم الملحه والفلفل الاسود. ما عادش نضيف حتى شي بهارات ثانيه غير الملح والفلفل الاسود في الوصفه كامله. غادي ندير الملح والفلفل الاسود في جوج ديال الجوانب، يعني من جوج جهات، ومن بعد غادي نخليها على جنب حتى تشرب مزيان داك الملح والفلفل الاسود. هنايا خديت مقيله غادي نسخنها مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليها كميه لا باس بها من زيت الزيتون، ومن بعد غادي نزيد عليها معلقه نتاع الزبده نخليها تذوب مع بعضياتها، ومن بعد نحط الدجاج على الجلده ديالو هي اللي تكون من التحت، نخليهم يتحمروا مزيان داك الجليده تاخذ اللون الذهبي ديالها. ما عليهاش الجلده، واخا تيلا حيدها الواحد ماشي مشكل، يعني اللي ما كتعجبوش بامكانه يحيدها ماشي مشكل. غادي نخليها حتى تحمر مزيان. كنتمنى ان الوصفه نتاع اليوم الى عجبتكم. عفاكم ما تنساوش ديروا ليا لايك، واللي بغى يشترك معي في القناه مرحبا به والف مرحبا. هنايا غادي ندوز من بعد لتقطيع الخضر. بالنسبه للخضر بامكان الواحد يستعمل اي خضره كيفضل انه ياكلها. غادي نبدا بتقطيع البصل، وانا غادي نستعمل غير الجزر مع الوصفه، ما غاديش نستعمل شي حاجه اخرى، نستعمل غير الجزر. انا حيدت القطعان تاع الدجاج وخليتهم على جنب. في نفس المقله غادي نحمر البصله، ومن بعد غادي نضيف عليها الجزر والبقدونس، نخليهم يتحمروا مزيان، ونضيف عليهم القليل من الملح والفلفل الاسود.
هنايا اختي الكاسرونه باش غادي نوجد فيها لاصوص اللي غادي تمشي مع الدجاج، 3 نتاع المعالق نتاع العسل، ضفت عليها ملعقتين نتاع لاصوص نتاع الطوماط، صلصه الطماطم، غادي نضيف عليهم ملعقه واحده نتاع لاموطارد، ومن بعد غادي نزيد قطع من الثوم عليهم، ونزيد نصف عصير ليمون، ونخليهم حتى يغلو مزيان مع بعضياتهم. هنايا رجعت قطع الدجاج المقلى، ومن بعد غادي نضيف عليهم لاصوص الصلصة اللي وجدت، وغادي ندخلها للفران حتى يتحمر مزيان الدجاج من الفوق ويطيب، والأهم أنه يطيب مزيان. كنتمنى أن الوصفة نتاع اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. إلا عجبتكم ما تنساوش عفاكم ديروا ليا لايك. شكرا لكم أنكم تبعتوني حتى الأخير. في أمان الله وحفظه.